صباح الخير يا أحباء الصغار، كيف حالكم؟ الآن مع الرزنا مع أحباء الصغار. اليوم هو الجمعة الخامس من آذار لسنة 2021. كم يوم يوجد في الأسبوع؟ 7 أيام: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. سنتي 4 فصول: خريف، شتاء، ربيع، صيف. أحوال الطقس: انظروا من النافذة، هل هو مشمس؟ هل هو غائم؟ هل هو ماطر؟ أخبروني، نحن في أي فصل؟ نحن الآن في فصل الشتاء. هيا بنا نتعلم. إلى اللقاء أحباء الصغار.